وهو قتلهم في رمضان. تمام يا باشا. اخر حديث ما بينه وما بين ابن مصطفى طالب الهندسه لابن الناجي من المذبحه يعني الواقعه المأساويه اللي هزت القضيه. ما كلموش قبلها ولا اتصل بيه؟ خالص. خالص هو خطط مع نفسه. مصطفى عرف الجريمه ازاي او عرف الخطر؟ هل اتصلت بيه لما جه تشهد وعرفوه؟ يعتبر خالته هي اللي اكتشفت الجريمه من الاول. ايوه باشا، خالته هي اللي اكتشفها الجده بسبب المبلغ اللي سحبه من الفيزا. جات لها رساله على موبايل فكلمت الدكتوره الاستاذه نوح، خد بالك هتلاقيها مطمئنه على اختك الدكتوره منى، ليكون حد تعب ودخل العمليات. وبالتالي لما ساعه قعدت تتصل عليها وعلى البنات ما حدش رد، فما كان منى اللي خدت ولادها الاثنين وطلعت جري على الشقه. قابلت والده قال لكم انا برن على اختي ما حدش بيرد ولا اي حد بيرد هناك، في حاجه مش طبيعيه. طلعوا لقوا الاحذيه بره على الباب، كسروا الباب، دخلوا لقوا الثلاثه محطوطين والغاز طالع. الباب جنب بعض. على سرير واحد. رصهم يا باشا في قلب الصاله وحاطتهم هنا جنب بعض على ضهرهم. يعني هو كمان ادى فرصه ان هو عامل الجريمه وقعد عشان عشان يفلت من العقاب يعني عشان يفلت من العقاب ويبان ان هو واخد بالك تسريب غاز، حط الثلاثه جنب بعض وحطهم على الغازات اللي هم في الصاله اغمى عليهم واخد بالك او توقفوا نتيجه استنشاق غاز. بتتشابه القانوني ايه بقى؟ يعني مثلا ده ما خدته اصرار ولا تتفصل ازاي قانونيا؟ لا، الطب الشرعي جاب يا باشا ان هو خنق بالايد وهو اقر في النيابه واعترف اعتراف صريح. يعني هو خنقهم الاول وبعد كده فتح الغاز عليهم في الشقه. تمام يا فندم، عشان يطمس على معلم جريمته بحيث ان هي تبين له، خد بالك فاهماني، ان هو وفاه نتيجه غاز طبيعي، يعني مفيش اي تدخل. مفيش اي منه. بالظبط. دلوقتي النهارده لا الجلسه النهارده هتبقى ظروفها ايه بالنسبه للجلسه؟ الجلسه النهارده هو طلب بالاسم محامي، فالمحكمه لازم تلبي له طلبه. لان المحكمه دي يعني المحكمه عقدت وتاجلت يعني ولا لسه؟ ايوه فهمت. يعني كان في مربعه ناريه محضره من النيابه العامه. النيابه كانت جاهزه ومحضره الدفاع ومحضره كل حاجه وتتوافى والطلب بتوقيع اقصى مطلوب عليها اللي هي الاعداد. يعني تاجلت النهارده؟ انما تاجلت يا فندم. تاجلت امتى ده؟ احتمال ان شاء الله في شهر 9. شهر 9 الجاي. يعني هناخد منك سؤال، ايه طلباتك النهارده وانت ما بين نارين، بين الاب اللي قتل اخواتك ووالدتك؟ صح صح. يعني طلب مطالبك ايه حتى يعني من المحكمه؟ بتطالب ايه من المحكمه؟ مش اي حاجه هترجعهم، يعني هو حق الشوايب وكذا. طب انت تتمنى ان هو ما يتنفذش عليه اقصى عقوبه، يتسجن علشان حتى تشوفه يبقى هو موجود؟ لا، ما طلبه هو زي ما انت النهارده اصبحت السند لجدك وجدتك، يعني النهارده جدتك حضرت معاك وانت اللي واخد بايدها اليمين عشان توصل بيها لقاعه المحكمه. احساسك وانت داخل القاعه؟ حاجة يعني ما كنتش مفترض ان اتعامل معاها لو هو ما كانش عامل فعل زي ده، ويعني هو زي ما كله بيوصفه اللي هو يعني كلها حاجة. يعني اللقاء الاخير اكيد يعني انت فطرت في رمضان مع والدك ووالدتك ورجعت كليتك واشقائك، كان اخر مره شفت فيها بابا وماما واشقائك، فقول لي سبت طبيعه اللقاء ده، كان في مشاعر يعني كان في حاله متزنه ما بين الام وما بين الاب؟ كله عادي خالص، ما كانش في اي حاجه زي اي مره برجع زي اي اجازه زي اي يوم عادي. كانت والدك بتشتكي، والدتك بتشتكي من والدك ان في مشاكل، بابا دايما في خلاف معاه بيعاملنا معامله كويسه، كنت لو هو اللي تسبب في الديون دي فهو المفروض اللي يتحمل مسؤوليتها، هو معلوم في اي ذنب.